165 طالبا وطالبة من مختلف إمارات الدولة خلال مدة أسبوعين عدد من الفعاليات والبرامج التي نظمتها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حيث وفرت المؤسسة للمشاركين في المخيم الصيفي الفرص العلمية لهم للاستزادة بالمعارف والمهارات الممكنة التي تصقل مواهبهم وتنمي إبداعاتهم للمستقبل. بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا في البرنامج وقدرنا نحتضن تقريبا أكثر من 160 طالب وطالبة من مختلف إمارات الدولة، وقسمناهم على مسارين في الحقيقة، مسار للموهوبين ومسار للمبتكرين. مسار الموهوبين ركزنا على قاعدة STEM اللي هي يعني حاولنا ننظم فيها دورات ورش عمل خاصة بالعلوم والتكنولوجيا وإنترنت الأشياء، والمسار الثاني المبتكرين يعني حاولنا نركز على بناء مشروع اللي هو روبوت ينسجم مع التوجهات اليوم الموجودة نحو الفضاء، وفي الحقيقة يعني لقينا دعم كبير ومساندة مشكورة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، وكذلك من موانئ دبي وشركائنا في هذا البرنامج. هذا وأبدى المشاركون عن امتنانهم للمؤسسة على تنظيمها للمخيم الذي صقل مواهبهم واكتشف إبداعاتهم في جوانب مختلفة. خلال هذه الأيام تعلمنا كيف نركب روبوتنا من الصفر خطوة بخطوة، جربنا دريلينج والتلحيم، وبعدها تعلمنا عن الـ AI والماشين ليرنينج والديب ليرنينج، وبدينا نبرمج روبوتنا. وخلال هذه الخطوات كل مرة نواجه تحديات ومشاكل وكنا نحلها. خلال هذا البرنامج تعلمت نميت مهارة البرمجة والتصنيع الرقمي، والمخيم صراحة زاد لي معرفة جديدة. هذا المخيم كان زيارة إلى موانئ دبي بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، وأنا الصراحة عجبني أن تعلمنا كيف شركة ما شاء الله بهذه الحجم وهذه الوسع وشي الشركة هذه كيف تشتغل، كيف موظفينها يتعاملون ويا بعض، كيف الإدارة تتعامل ويا الإدارات الثانية، وصراحة كان شيء يعني فتح عيني عن كيف الشركات هذه تشتغل. يذكر أن البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار تضمن العديد من الأنشطة وورش العمل التدريبية التي استهدفت الطلاب من الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 22 سنة، وشملت هذه الأنشطة ورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة المعمارية والاستشعار عن بعد والتصنيع والتصميم الرقمي والطباعة الرقمية والبرمجة وغيرها الكثير.